السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم السبت الموافق 4/2/1440 هجري، نتواجد الآن في منطقة الجوف وتحديدا في موقع سياحي وتاريخي اللي هو الرجاجيل. الآن نبي ندخل وناخذكم في رحلة تتعرفون على موقع الرجاجيل، خلوكم معي الآن. نصل الآن إلى أعمدة الرجاجيل. طبعا الآن بنعطيكم فكرة عنها. يعني هذه أعمدة الرجاجيل أمامكم. أعمدة الرجاجيل تعود إلى 1400 قبل الميلاد، موقع أثري في منطقة الجوف، ويعد أقدم المواقع الأثرية في منطقة الجوف السعودية. يقع في ضاحية قارة جنوب سكاكا، يتكون من 50 من مجموعة من الأعمدة الحجرية المنتصبة والمسمى بالرجاجيل، وتتكون من عدد من الأعمدة الحجرية المنحوتة في الحجر الرملي، ويتراوح عددها من 3 إلى 7 أعمدة، ويصل ارتفاع بعض الأعمدة القائمة إلى أعلى من 3 أمتار، كما تبلغ سماكتها نحو 60 سنتيمتر. هذه هي الأعمدة كما تشاهدون. طبعا هذه اللي أمامنا هذه 4 أعمدة، هناك فيه أعمدة كذلك في الجهة الأخرى، وهناك فيه أعمدة كذلك زي ما تشوفون في هذا المكان التاريخي المميز. هذا اللي تشوفون مكان أعمدة، طبعا زي ما تشوفون تكسرت طبعا من طول السنين والوقت. شايفين هذا منكسر ولا عمود؟ هذا عمود منكسر. لو جينا للجهة الأخرى هذه نشاهد أمامنا عمودين. طبعا الأعمدة متوزعة كل المكان هذا، شايفين هذول عمودين. طبعا هنا عدة أعمدة بس أكثرها تكسر زي ما تشوفون متساقط على الأرض. هذه عمودين بجنب بعض عليهم بعض الرسومات والنقوش زي ما تشوفون. هذه الأعمدة اللي تساقطت، طبعا هنا عمود لحاله من ضمن المجموعة الموجودة بالمنطقة التاريخية. هذا العمود زي ما تشوفون هو الباقي بهالمكان هذا. طبعا الأعمدة الأخرى زي ما تشوفون هذه متساقطة، هذه أعمدة متساقطة ومنكسرة، هذه أجزاء شايفينها، لكن هذا ما شاء الله بقي صامد. هذه كذلك أعمدة هنا شايفين. طبعا الأعمدة متوزعة كل 4 أعمدة 5 أعمدة تكون مكان الحالة. شوفوا هناك بالجهة الأخرى أعمدة، الجهة الثانية اللي هناك فيها أعمدة، يعني أكثر من 50 عمود ومتوزعة. شكرا لكم ولمتابعتكم، في أمان الله.